لو انت من عشاق تليفونات الريدمي فانا النهارده هقولك على تليفون ريدمي بامكانيات جباره وسعر على قد اليد، لكن ايه التفاصيل؟ شوف يا سيدي، حسب صدى البلد فانت دلوقتي تقدر تشتري تليفون ريدمي A2 بلس، وده من ارخص تليفونات ريدمي بين فئاته. التليفون ده بشاشه 6.5 بوصه من نوع IPS LCD وبذاكره تخزين ساعتها 64 جيجا بايت، ده غير انه فيه كاميرا خلفيه بدقه 8 ميجا بكسل وكاميرا اماميه بدقه 5 ميجا بكسل. كل ده في تليفون هتقدر تشتريه بسعر 4300 جنيه، يعني مفيش احسن من كده.